أهلا وسهلا فيكم من جديد. إحنا كنا عم نشوف مقاطع من فيلم خيانة الجسد للمخرج أحمد الفالح، وهذا الفيلم أحد الأفلام المشاركة بمهرجان الفيلم الأردني الثاني، وإحنا بسعدنا أنه يكون المخرج نفسه موجود معنا. بنرحب فيك أحمد وبنقول لك يعني مبروك نجاح الفيلم ومشاركتكم بالمهرجان. الله يبارك فيك، صباح الخير إليك وصباح الخير لجميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. تحكي لنا أكثر عن هذا الفيلم، هو تأليفك والسيناريو والإخراج. إلك مدة الفيلم تقريباً 20 دقيقة. 20 دقيقة. طيب نحكي عن الأفلام القصيرة بشكل عام، وهل هي أصعب بتكون لما أنت تقصص منها أكيد. وتختصرها أكيد. أصعب من أنه يكون فيلم أطويل. بالمقياس العادي اللي هو أظن ساعتين إلا ربع، 120 دقيقة. طبعاً نحن في الأفلام القصيرة بنحاول أن نقدم أفكار للمشاهدين، نلفت انتباههم لإلها، نسلط الضوء عليها. مش ضروري احنا نحل الافكار او نحل المشاكل اللي احنا بنطرحها في الفيلم القصير، بقدر ما ننوه للمشاهدين بالفكره اللي احنا بنحكي فيها. خيانه الجسد، احنا بنحكي عن فكره سرطان الثدي، واحنا عم نشوف في الاونه الاخيره قد ايه هذا المرض عم بنتشر وعم بدمر حياه اسر. فحاولنا نتناول هاي القصه بطابع مدني جديد. القصه دارت احداثها في مدينه عمان، واخذنا بيئه عمان، يعني حتى صورنا بعض اللوكيشنات كانت كثير معروفه في عمان، عمان القديمه. وانتقلنا لعمان الجديده، جبل القلعه، المطل، حاولنا جبال الادراج، الشرفات، طريقه البناء تقريبا يعني واضحه من خلال الفيلم. غير هيك انه اللغه المحكيه لغه عمانيه، انسردت الحكايه من او على ذاكره طفل صغير بدأ في ألعابه، عنده كان هواية أنه عم بسرق الملابس الداخلية من جاراته، أمه بتكون خياطة، عم بيستخدم هاي الملابس في ألعابه. يعني كنا نشوف في إحدى المشاهد أنه عم بيجمع فيهم مكسرات، عم بحط فيهم مأكولات خاصة بالأطفال. كبر وكبرت الهواية معه، وخاصة لأنه أمه خياطة فأصبح مصمم أزياء. بالمصادفة التقى في هاي الصبية وحبها، هي بتكون عم ترقص رقص استعراضي. خلال مسيرة حياتها أصيبت بسرطان الثدي. هلأ من خلال ذاكرته القديمة حاول أنه يساعدها ووقف معها، لما عرف أنه استأصل الثدي عندها، وخاصة الثديين استأصلوا عندها، أنه كان سبب كتير كبير لإله أنه يرجع لطفولته، وحاول أنه يقدم لها كل الدعم سواء مادي أو معنوي، وظل واقف حتى في المستشفى في البيت. فالمفروض يكون في عندها حفلة راح ترقص فيها، فأخذ لها المقاس قبل عملية الاستئصال. صارت العملية واختفت عن دار المجتمع، اختفت عنه، حاول يتردد عليها مرة مرتين على البيت، ما عادت تفتح له. فسأل عنها بالمستشفى فعرف أنه صار عندها عملية استئصال للثدي، فراح وظف الذاكرة القديمة من خلال أفكاره، وعمل لها ستيان محشوة في القطن حتى يعوضها عن الصدر اللي هي فقدته، وأصر على فكرة أنه الرقص هو في الروح ليس في الجسد. الجسد هو شكل مادي، إنما هي الروح هي اللي بترقص. وحاول وأصر من خلال عدة محاولات لإله أنه الروح هي اللي بترقص مو الجسد. طب شو اللي حاولت توصله بالاسم خيانة الجسد؟ خيانة الجسد أنه إحنا متعودين على كلمة خيانة في الأشياء العاطفية، الأشياء الصداقات الزوجية أو الأشياء زي هيك. بس لما المرض يخون الجسم أو يصاب أو يصيب الجسم، أو يتم استئصال عضو من أو يتم استئصال عضو، فهي خيانة. أقرب للخيانة. وهي لأنها راقصة استعراض، رأس مالها في صدرها، في جسمها، في كل حركتها. فكان مصطلح خيانة الجسد هو الأقرب لفكرة الفيلم. طيب كثير الفكرة رائعة يعني، والمشاهد والتصوير والأداء جميل جدا. بس قضايا المرأة قد ايه احنا عندنا يعني خجل في طرح قضايا المرأة، وحتى لو حكينا عنها على استحياء يعني بنحكي عنها، ما لسه ما وصلنا لمرحلة الجرأة اللي وصلت لها السينما العالمية وحتى العربية. يعني في بعض الدول، في تونس، السينما بتونس او بمصر
أو حتى في لبنان في دول أخرى مجاورة في جرأة أكبر صحيح. في طرح قضايا المرأة. إحنا لسه بنخجل نحكي عنها، فقدي إحنا بحاجة إنه شوي نكسر حاجز الخجل ونحكي، لأنه هذه المواضيع إحنا عم بنعيشها، إحنا مش عم بنجيب قصص يعني من الفضاء أو صح. غريبة عنا أو بعيدة عنا. يعني القصة قصة سرطان الثدي مثلا أو استئصال أو وجود مثلا المرأة لما تشوف حالها من غير ثديين وهي معلم من معالم أنوثتها. قدي هذا يعني بجرحها أو بيأذي مشاعرها أو بيضايقها نفسيا. إحنا بنخجل حتى نحكي فيه بوسائل الإعلام، فأنت عم تحكي عن فيلم فهاي فيها جرأة. يعني شو رأي النقاد كان بهذا الفيلم؟ بصراحة إحنا من لما قدمنا السيناريو لمديرية المسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة، مشكور الأستاذ محمد الضمور، كان في لجنة قراءة نصوص. بصراحة أول ما قرأوا النص تفاجأوا، فكرة أنه طفل صغير عمره 7-8 سنوات عم بسرق ستيان جارته وعم بيستخدمها في ألعابه، بيكبر بصير مصمم أزياء. هلا شوي كانوا النقاد أو اللجنة المشرفة على اختيار النصوص يعني خايفين من الطرح، بقدر أنه لما أنت تشوفي إشي على الورق غير لما تشوفيه على الشاشة. بقدم شكري للأستاذ فيصل الزعبي المخرج الأردني، بصراحة هو فهم الرؤية اللي أنا بدي أوصل لإلها، فأصر أنه لا، هذا الفيلم كتير مهم ولازم إحنا نوقف مع هذا الشاب ونساعده. فكان في ورشة قعدنا مع الأستاذ فيصل الزعبي، طورنا النص، في مشاهد شلناها، في مشاهد طفناها لحتى نرتقي بالفكرة. بصراحة إحنا كمجتمع أردني لسه العادات والتقاليد عم تحكمنا. الفكرة جريئة أنه عم نطرح قضية بتلامس المرأة ومهمة جدا للمرأة بأسلوب كتير غريب، أسلوب بسيط، لنوصل للهدف الأكبر، أنه الحياة ما انتهت والحب لسه موجود. والرسالة اللي احنا اشتغلنا عليها بالفيلم، طول ما عنا حياة، طول ما عنا حب، طول ما عنا رغبة في هاي الحياة وإصرار، احنا بنضل عايشين. المرض مش نهاية الحياة. وأنا عم بقيس مش بس سرطان الثدي، أي مرض يصاب فيه الإنسان لا نضعف عنده، نواجهه. فكان دور مصمم الأزياء هو المساند في كل الأوقات، المصر على أنها ترجع ترقص وترجع للحياة مرة ثانية. ردود الفعل من قبل اللي حضروا الفيلم يعني كان في مشاهدين غير مختصين بالفن وبالإخراج؟ أكيد، هي وزارة الثقافة أتاحت المشاهدة من خلال المهرجان والدعوة كانت عامة لجميع الناس. بصراحة في ناس حبت الفكرة لأنها جديدة، مباشرتها هاي الفكرة. ما في ناس انتقدوها بصراحة مثلاً. اللي عندهم شوي خجل أو اللي لسه متمسكين بالعادات والتقاليد اللي إحنا بصراحة عم تأخذنا باتجاه غير هي هاي صحيح. ما بتخالف عاداتنا وتقاليدنا بالمناسبة، لأنه هذا موضوع، بس هي إننا نحكي فيه بطريقة مكشوفة وشفافة بصراحة هي اللي بتكون مستهجنة. يعني أنا حدا من الأشخاص اللي كانوا حاضرين بيحكي لي، نحن ما في حدا عنا بينشر الأواعي الداخلية على الشارع. بحكي له طب ما نحن بنشوفها بالشارع وبنشتريها، يعني انزلي أنت على وسط البلد على البسطات على البسطات. طب ليه إحنا بس نشوفها على شاشة منخاف منها ولما نشوفها بالواقع عادي ما بنستغربها؟ هي ما انا بقول لك هي تعود وكسر حاجز هذا الخجل يعني. وبصراحه المشاهد الاردني شوي ما عنده مشاهدات للافلام القصيره. احنا متعودين على المسلسلات، متعودين على الافلام اللي بتكون مدتها 90 او 120 دقيقه، بتكون فيها حتوته، بتكون فيها بدايه ووسط نهايه. الجرعة الصغيرة من خلال الأفلام القصيرة شوي لسه إحنا منا نتعود عليها، إلا المختصين اللي مواكبين تطور الأفلام. ما أنا بقول لك الأفلام القصيرة برضو مش سهلة أكيد. يعني كتير أصعب إنك أنت فيها تركيز، حجم تركيز أكبر. مرات أنت بالمسلسل لما يكون 30 حلقة أو 23 ساعة تلفزيونية بتمط فيها وبتدخل أحداث مرات مملة يعني عشان بس توصل هذا الكم. أنت لا، لما بتحكي عن 20 دقيقة كلها مركزة، ما بدك ولا فكرة تضيع لأنه ما في وقت فكتير أصعب بتخيل، وبدك توصل الرسالة المسج اللي أنت بدك. بس هل بتتخيل أحمد أنه إحنا ممكن يعني شوي شوي بلشت
بتخلق عنا هاي الثقافة، ثقافة حتى المشاهدة مش بس العاملين. أنا ما بحكي كفنان وكمخرج وكممثلين وبيقوموا بالسيناريست والمؤلف وغيره، بس كمان إحنا ثقافة الجمهور، ثقافة المشاهدة عم تنشأ هاي الثقافة عنا، أن نصير نروح ونحضر أفلام قصيرة ونقبلها. بصراحة هي الأفلام عم تدخل لبيتنا من خلال الموبايل، يعني اليوتيوب أكيد دخل كل بيت من خلال الفيسبوك، من خلال التليفونات. فمثل هاي الأفلام اللي بتكون مدتها 5 دقائق 10 دقائق ماكسيمم 15 دقيقة، صارت سهلة إنك ترفعيها أونلاين وتدخل لكل بيت وشاهدها كل مشاهد. بس بتضل عنا إنه شلون إحنا نستقبل هاي الثقافة الجديدة، شلون نوظف مثل هاي الأفلام في طرح القضايا والمشاكل. بصراحة عنا مشاكل بالمجتمع الأردني كتير كبيرة، تحتاج لأفلام قصيرة لنوصلها ونحل الأفكار من خلالها. أفلام ومسلسلات، ويعني كمان إحنا بحاجة إن نطلع ونعرف المشاهد العربي علينا أكثر كحياة مدنية. يعني أغلب مسلسلاتنا تناولت الجانب الريفي والجانب البدوي. بصراحة نطلع من البدوي. بالضبط، هلأ شيء جميل وإحنا تميزنا فيه لا شك، يعني هذا ما عليه غبار. بالضبط أي غبار، لكن إحنا الأردن مش فقط بادية وريف، هي صح. كمان حياة مدنية. يعني أنا كمشاهد عربي بحاجة إني أعرف شوارع عمان، أشكال البيوت، لبس السيدات، حكيهم، اللهجة المدنية، السيارات، المطاعم، الكوفي شوبات، يعني كل هاي اللي احنا بنشوفها بالمسلسلات الأخرى واللي تعرفنا على ثقافات، يعني الهوية الثقافية لبلدان عربية كثيرة احنا ما زرناها بس تعرفنا عليها من خلال الدراما ومن خلال الأفلام. بصراحة انه من خلال ردود الفعل اللي كانت في المهرجان انه عن جد عم نشوف فيلم مدني. بالضبط هي هاي. هلا هاي ممكن تكون نواة لصناعة سينما أردنية حقيقية برأيك؟ إن شاء الله. يعني المهرجان لسه في دورته الثانية، وإذا احنا بدنا نقارن نفسنا في البلدان المحيطة بس لإلنا، لبنان، سوريا، مصر، وصلوا يعني لمرحلة كثير متطورة لكن بعد جهد كبير. يعني مصر بعد المهرجان 50 لصار عندهم مهرجان عربي اللي يستقبل الأفلام من الدول الثانية. بس الأفلام موجودة من أكثر من 100 سنة. أكيد، بس إحنا عم نحكي بالعشرينات وبالثلاثينات كان في صناعة سينما. يعني الدورة الثانية من المهرجان الأردني كانت كتير رائعة، نجحت. لسه في عنا ثالث ورابع. حسيتها أفضل من الأولى؟ بصراحة أنا الأولى ما كنت متواجد في الأردن، أنا كنت عم بكمل دراستي في بيروت، بس كنت على اطلاع. بس من خلال الآراء اللي كانت عم توصل ووجهات النظر، إنه بلشنا ننحى باتجاه صناعة سينما مو صناعة تلفزيون. في الأغلب إحنا إذا بدنا نحكي فيلم عم نطرح سهرة تلفزيونية، منروح باتجاه الطابع التلفزيوني. لكن إحنا من خلال الأفلام السينمائية اللي تقدمت المهرجان هاد، حاولنا إنه تكون اللغة السينمائية هي اللغة المحكية داخل الفيلم. يعني في عنا صورة عم تحكي، في عنا كادر سينمائي، في عنا حركة كاميرا سينمائية. هلأ أكيد إحنا ما عم نصور في كاميرا سينمائية فيلم، إحنا عم نصور على كاميرا ديجيتال، أغلبهم كانت كانون بلاك ماجيك، بس هي بتعطينا صورة هاي كواليتي أقرب لصورة السينما. الصوت عم يتسجل على ماكينة لوحده حتى نأخذ أنقى الأصوات. الطابع بشكل عام طبعاً، تصوير المسلسل يختلف عن تصوير السينما. التقنيات وحركة الكاميرا، الإضاءة، التقطيع، اللون كتير مهم عندنا في السينما. من خلال الفيلم أنا حاولت أركز على الألوان في الحالة النفسية اللي عم تصيب هاي الفتاة، شلون انتقلت من الفرح للحزن، شلون عادت للفرح من أول لجديد. كمان كتير مهم، يعني فعلا إحنا بنشوف خصوصا يعني هلا في تطور كثير كبير حتى في الدراما العربيه، صرنا عم نلاحظها بنقل المشاهد حتى من خلال المكياج للعاملين في المسلسل او في الفيلم. والمسلسلات اكثر صرنا عم نشوفها كثير متطوره، فعلا بقنعك بالحاله اللي عم بيعيشها الممثل. فهذا كمان علم بحد ذاته. وكل تكاتف، يعني كل شطارة المخرج أكيد مع المصور، مع الماكير، مع الأداء الممثلين، كلها بتعطينا صورة جميلة متكاملة فنية رائعة. يا بتقنع المشاهد يا أكيد أصلاً أكيد الفيلم. يا بتأثر فيه وبتضلها بذاكرته. بصراحة يعني أكيد هو العمل السينمائي عمل جماعي،
ومن خلال شاشة التلفزيون الأردني أنا بحب أوجه شكر لكل الكادر اللي كانوا عم بيشتغلوا معي، كنا أكثر من 15 شخص. إحنا المفروض كان يكون معنا إيمان ياسين وإسحاق الياس. وإسحاق الياس بس له ظروف شوي صعبة ما كانوا قادرين أنهم يوصلوا للتلفزيون. فبوجه شكر من خلال هالشاشة لكل العاملين، ووجه شكر للأستاذ محمد طمور، فعلاً كان الرجل المناسب. بنص الليل رن علي على الساعة 3 الصبح 2 يفتح لنا تليفونه ويستقبلنا. بتحس انه في اناس عم بسعوا لصناعه فيلم سينمائي اردني. مضبوط، هو هذا يعني بيروج للاردن، بيعرف الناس علينا بشكل اكبر، يعني كلياتنا بحاجه ليكون في سينمائي. وبدي احكي لك شغله، انه حتى نحن المخرجين كتيم احنا كنا 6 افلام، ما تحس انه في فيلم عم بتميز على الفيلم الثاني او في حدا عم بيخبي فكره عن صديقه او عن زميله. الكل عم بيسعى وراء انه يوصل للافضليه بس بوجود زميله، بوجود الافكار الحلوه اللي بيطرحها عليه زميله، ما عم بخبي عليه زميله اي فكره او بيحاول انه يتركه في الخطا، بيحاول انه يوجهه للصواب ويحكي له هاي لو تعملها هيك بتكون اضبط، هاي لو تعملها هيك بتكون اضبط. حتى كنا نقعد مع بعض نحضر شغل بعض حتى نطلع فكرة جميلة بالآخر توصل للمشاهد. لا مبين انه جهد متعوب عليه، بس احنا حابين ندخل شوي كمان احمد لكواليس عمل هذا الفيلم، يعني ايش في مواقف معينة صارت معكم، عقبات واجهتكم مثلا اثناء التصوير، اختيار الاماكن، يعني بسهولة بتم اختيار الاماكن، بتاخذوا موافقات اذا كانت مثلا خاصة بيوت أكيد. ناس مثلا خاصة أكيد. او العامة يمكن اسهل. العامة اسهل بصراحة، احنا إذا بدنا نختار مكان لازم يكون يناسب الفكرة اللي عم نحكي فيها. فبصراحة أنا في عمان كوني أنا جاي من إربد ما كنت كثير دارك أو مدرك لوكيشنات عمان، فأخذت مني وقت إني بدي أشوف اللوكيشن اللي بيناسب الفكرة عندي. بصراحة المشهد الأول هو مشهد تصور في السلط. في السلط، لأنه حاولت أفتش على لوكيشن في عمان فيه الحياة القديمة وبناسب مع الفكرة اللي أنا بدي أطرحها. كنت ألقى اللوكيشن بس للأسف ألقى في جانبه مثلا مكان فيه أصوات كتير، فما كان في إمكاني أصور فيه بسبب بدي مكان أهدى. فاختيار اللوكيشن هو أحد العناصر المهمة في نجاح العمل السينمائي. بالعادة إحنا بناخذ تصاريح من وزارة الثقافة إذا إحنا بدنا نصور في أماكن عامة. من خلال علاقاتنا الشخصية من خلال الإنتاج، زميلنا فارس هلسة كان له علاقاته في تأمين اللوكيشنات اللي إحنا بدنا نصور فيها في الداخل، يعني من بيوت من مستشفى. بصراحة بشكر كثير مستشفى الاستقلال، ساعدوا معنا بطريقة، حبوا الفكرة، حبوا يوصلوا للمشاهد إنه نحن في عنا حلول لهاي الأمراض. فالكل كان متساعد معنا في اختيار اللوكيشنات. أكيد بتصير بعض الشغلات اللي يعني ممكن أوردر يضرب، ممثل يتأخر، الصوت ما كان ماشي حاله، يعني كان بتصور كنا عم نصور على جبل القلعة، في كان حدا عم بتزوج بيته قريب من القلعة، يعني وقفنا التصوير وقفنا التصوير ساعتين وهو عم بفجر ألعاب نارية، يعني قعد ساعتين وهو عم بفجر ألعاب نارية من الصوت، ما كنا عم نقدر ناخذ الصوت والمشهد فيه حوار، فاضطرينا نستنى شي 3 ساعات لخلص الحفل تاعه وقدرنا احنا ناخذ المشهد. فروحنا شي 3 الصبح واحنا كنا عم نصور بشهر 4-5، يعني لسه كانت في برد في هذيك الوقت. مشاريعك المستقبلية لشو عم بتحضر هلا؟ بصراحة انا متجه في الاتجاه الاكاديمي، عم كفي دكتوراه في نفس جامعتي ببيروت ولا باليرموك؟ في بيروت. انا خلصت الماستر، انت خلصت بكالوريوس من اليرموك اخراج، من جامعه اليرموك بكالوريوس اخراج سينمائي وتلفزيوني. كملت الماستر في جامعه الروح القدس الكاثوليك، كنت تقريبا من الدفعه الاولى في جامعه الروح القدس من المتميزين الحمد لله. حصلت على منحه من خلالهم، خصم على رسوم الدكتوراه، فكان لي دافع هذا شجعك وحافز انه اكمل. بصراحة هي الحياة المهنية أقرب للمخرج إنه يكون في الوسط في الحياة المهنية في الشغل. فبصراحة أنا بحب كمان يكون المخرج أكاديمي حتى خبرته العملية والنظرية يوضعها في عمله. بس الجانب الأكاديمي ما بتحس مرات إنه بيقيد أو بيأطر الإبداع ولا تقريباً؟ لا؟ تقريباً هو لأنه في التزام مع جهة معينة بكون،
فبتضل انت محدود بالوقت. الجانب المهني وخاصه في شغلنا العمل السينمائي، انا ما عم بقصد العمل التلفزيون، العمل السينمائي عم باخذ تحضيرات كثير كبيره، بده وقت. يعني فيلم مده تقريبا ثلث ساعه عم باخذ تحضير شهر وشهرين وثلاث اشهر ليطلع على الشاشه، اللي هي احنا لغايه الان لسه عنا مو سعي وراء ان نروح على السينما ويكون عندنا ثقافه سينمائيه، كل اسبوع نروح نحضر فيلم سينمائي نتعرف على ثقافه الشعوب من خلال الفن السابق. بس مهنيا على الصعيد المهني يعني عندك تحضير لافلام، غير انسى الاكاديميا التحضير للدكتوراه، بس في اخراج مثلا لمسلسلات لافلام قادمه؟ صراحه هي تجربه خيانه الجسد كانت اول تجربه اخراجيه لإلي في الاردن بعد العمل الاكاديمي خلال الدراسه. انا اخرجت افلام خلال دراستي سواء وثائقية أو درامية، فكانت خيانة الجسد من خلال وزارة الثقافة مشكورة دعمتنا. بصراحة العمل السينمائي بده دعم، وشركات الإنتاج عنا عم تتوجه للمسلسلات لأنها أربح من الأفلام السينمائية. حتى الأفلام الوثائقية اللي ممكن تكون مردودها أعلى بالنسبة لشركات الإنتاج. الأفلام بدها تكلفة أكثر، فبيحاولوا أنهم يكونوا بعيدين عنها، بيتجهوا للعمل التلفزيوني. فان شاء الله يعني في المستقبل القريب انه من خلال هالتجربه هاي انه استطاع المهرجان انه يفرز مخرجين مصورين ممثلين، انه شركات الانتاج تتبنى هدول الشباب اللي لسه جايين على البلد الجديد عم بيشتغلوا جديد انهم يقوموا على انتاج افلام جديده. ان شاء الله، واحنا بنتمنى لكم كل التوفيق. وانا بشكر وجودك معنا المخرج احمد الفالح، مخرج فيلم خيانه الجسد اللي هو واحد من الافلام اللي شاركت بمهرجان السينما الاردنيه للافلام القصيره الثاني. اهلا وسهلا فيك، شكرا، كل التوفيق. شكرا.